هذا البرنامج برعاية كازين اجتي ربحنا كازين حب بيجمعنا حسن حبيب الملايين وبخف الدم ويمدانا حسن حبيب الملايين وبخف الدم ويمدانا يلا اربح مع حسن وكيف الكازين اجتي فرحنا يلا اربح مع حسن وكيف الكازين اجتي فرحنا اربح مع الكازين كازين اجتي ربحنا كازين حب بيجمعنا كازين اجتي ربحنا كازين حب بيجمعنا حسن حبيب الملايين وبخف الدم ويمدانا حسن حبيب الملايين وبخف الدم ويمدانا يلا اربح مع حسن وكيف الكازين اجتي فرحنا يلا اربح مع حسن وكيف الكازين اجتي فرحنا اربح مع الكازين يعطيك ألف 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 عافية. هلا حياك الله. اسمك الكريم؟ ناصر أحمد عمر. الله يقويك. أنت حاليا على التلفزيون، عندنا أسئلة بتربح. يلا. ولحقتك من تحت. ربحت بالجنة. آمينة. اسمك؟ ناصر أحمد عمر الخلالي. حياك الله. حياك. عم ناصر. صلى على النبي. حابب أسألك سؤال كثير بسيط. الله يا ربنا يبسط عليك في الآخر في الدنيا. أحسن كل شيء. آمين يا رب. نزل ارتاح نزل. أنا بحملك يوم. أنا معي بس خليني زيك. بسيط. الله يعطيك. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. أكم بخاخة مي ولا لا؟ أكم مب معك؟ أكم شريطة مب معك؟ معي أربعة. أربعة. نعم. راح أعد ومتأكد منهم. نعم. إذا أربعة ولا غير تربح. خلاص. وقف. واحدة. تنتين. ثلاث. أربعة. أنت ساحر يا عمي ساحر. أي عمي. والله ساحر. عمي الله يرضى عليك أنا زلمة على باب الله يرضى عليك. الله يقويك. لا تقول لي ساحر ولا بعرف السحر. الله يقويك. الله يرضى عليك. عم الجائزة. نعم. لو سمحت. افتح لك يا اقرا لك اياها انا افتح لك باب الجنه يا رب يا كريم يا الله ان شاء الله يكون هديه يا رب. محرزه وتعجبك الجائزه نعم. عباره عن تذكره سفر ذهاب واياب الى العقبه لشخص واحد يا سيدي بارك. تقدر تهديها لمين ما بدك تقدر تتصرف فيها ايش ما بدك الله يبارك فيك ويرضى عليك الله يسلمك الله يحفظك الف تريليون مبروك وبتستاهل كل خير والله على راس يعطيك الف عافيه لا حبيبي هلا يعطيك العافيه يا حاج هلا هلا شو اخبارك حبيبي القلب الله يبارك طمنا عنك والله بخير الحمد لله اسمك يا عمي اسمك اسمي جمال حسن الله عشت الاسامي الحاج اسمه حسن نعم انا اسمي حسن وابني اسمه حسن امانه الله الله طيب عمي بما انه ابنك اسمه حسن يعني انت ابو حسن نعم ابو محمد ابو محمد الله يخلي لك يوم بسم الله ما شاء الله إيه عم ابو محمد صل على النبي الله صل على سيدنا محمد بدنا من الطرب القديم من الطرب الاسطوري هذا القديم هيك تعطينا لو كلمتين من الحجة ام كلثوم زبطنا يا عمي فاكر قلبي يديلك حياتي حياتي احكي لك شعر شعر يوم. بالله عليك والله شعر والله من قبل لا وحق الحب لن اخلف عهدا ولدي بين اليتامى وغدا يشتد بردا قال يوما فاق الصفي اني لا اتحدى ان امي شربتني جنينة مرندا ايه ابشوف ايه بابا مرندا حج بتحب المرندا بحب المرندا طيب عم ركز معي نعم انا حب ربحك يلا ربح قسما بالله حب ربحك يلا بتحب الطيران والله بحبه
عمري ما طلعت بالطيارة. عمرك ما طلعت بالطيارة؟ لا والله. طيب اليوم شركة الأردني للطيران حب تربح. أنا جاهز. يا حب يا الله الله خليهم. ركز معي بس أنت ركز معي هون ركز هون هون هون, هون. لاعب كرة قدم أردني بلعب في فريق بلجيكي والمنتخب الأردني, من هو؟ موسى التعمري, بهاء عبد الرحمن, حسن الجملة. أنا بشوف يا زلمة حجي ركز. موسى موسى خلاص موسى موسى التعمري. مبروك ربحت معنا يا بيي حج. اول مره بنربح بحياتك بالله عليك. اول مره اتشكى مش الا حالي يا واحد. هاي مشكله يا حج. اسمع طب ركز معي. انت ربحت رحله مقدمه من شركه الاردني للطيران, يعني الطياره بتطلع يا حج يا سيدي الله لشخص واحد يما. ذهاب واياب للعقبه يا سيدي الله يجزيك الف مبروك. الف الف مبروك. الله يسلمك العافيه. يسعد مساك. معك يا حسن من برنامج اربح مع الكازين. حياك الله. الله يحييك. عارفينا باسم كريم؟ رانيا سديمانش حدا بكار. حاشت الأسامي سترانيا. سترانيا شوفي سؤال فكاهي راح أسألك, يعني لازم تركزي معي كثير. فكاهي يعني يعني مع مزح جاي تمام. دبوس وقع على الأرض ومارن ليش؟ لأن ملوش صوت. لا ايه لانه ملوش صوت. لا دبوس وقع على الارض ملوش صوت. هسه ركزي معي. هسه انا رنيت عليكي وما رنش. انا جاي صوت ثاني. ليش؟ لا فيش شغال التلفون. لا يمكن معاشر الصيد. ايش هو؟ معاشر الصيد. مبروك انت ربحتي. مبروك. شفتي يا حجي احنا بنحب الناس كلها تكون مبسوطه. انت بتقولي لي انت قلتي لي دبوس يا حجي بيطلع له صوت. دبوس كبير احنا اللي عندنا. يلا حجي انا لسه بدي اسالك. طيب يلا اختار جائزتك بيدك. يلا افتحيها. سم حجي حجي يا رب على المدينه. حجي ان شاء الله ان شاء الله تكون على الفكره. افتح شوف. الله. الساده ادم جروب الاجهزه الكهربائيه والخدمات اللوجستيه. الجائزه عباره عن جريل كهربائي بقيمه 70 دينار. الف 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 مبروك. سلام يا رب. الله يبارك فيك معلم. يعطيك العافيه. حي الله. شو اخبارك يا ميت؟ مرحبا. تمام. عرفنا باسمك. انا معك محمد السمار. معك حسن الجملي. والله نعم. نعم منك. هلا فيك. ايه انت متجوز؟ متجوز اكيد. طب اسمع في تحدي بيني وبينك. قل لي هسا رن عليها ونقول بدي اتجوز عليك. انا هسا لازم في ظل حد يسوي اشياء زي هيك. رد علي. يلا ها راح تسويها؟ راح اسويها. السلام. راح تسويها؟ راح اسويها. راح تسويها؟ معقول بطل ترد علي؟ شايف لازم ترد عليك. يا رب. اللهم اللهم يسر ولا تعسر. يلا يا حجي. الو. مرحبا حبيبتي. انا خلص انا بدي اتجوز عليكي. انا بدي اتجوز عليكي ماشي. حبيبتي انا مع حسن الجمله. فقال لي قلت ماشي قلت ماشي. والله قلت ماشي. هلا. طب انت بتقدر تسويها؟ انا بعد رمضان عشان صايم هسه. حبيبي عندك جرأة كبيره. اكيد معلم. تعرف اغنيتي اخواتي اخواتي؟ بعرف. تعرفها؟ أكيد. تمام. اعطيني نوع السياره اللي انذكر بالاغنيه. بي ام دبليو. لا اعطيك خيارات. انا حاب اربحك والله. وركز معي. تمام. ركز معي. تمام معك. فيراري. فيراري. مرسيدس. بي ام دبليو. فيراري. صح ربحت.
ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك حبيبي القلب. شرف فيك والله عن جد معلم، وطلعت عندك جرعة كثير كبيرة. الله يسعد روحك معلم. جائزتك رحلة مقدمة من شركة جت لشخص واحد ذهاب وإياب إلى العقبة، هيك مرتك عن جد راح تجف فيه. ألف 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 مبروك وتفضل يا حبيبي. حبيبي وتشرف فيك. جاهز؟ لا تفصيل. جاهز؟ كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير شباب. جاهزين؟ اسا بدك تربح. كيف ليش بعرفش؟ بدك تربح. بدك تساعدني. أنا بدي أساعدك. طيب. والله العظيم ناوي أعطيك سؤال. شوف والله العظيم إيش هو؟ أفتي أعطل من ثقافتك. طيب انت على برنامج اربح مع الكزن، بدنا تعرفنا على اسمك. خالد الجوهري. خالد الجوهري. عشر الاسامي. والله بدي اسالك سؤال، اسمع مش موجود هون بس بدي اعطيك الجائزه من هون. تمام جاهز؟ ايش ده؟ والله بدي اسالك سؤال كثير سهل واخر سؤال، والله بدي اخطي فيه الحلقه والله. احنا وين حاليا؟ احنا في عند المدرج الروماني. مبروك ربحت يا باي. والله حبيبي يا كزن. والله عرس كزن. ايش كزن؟ انت ربحت معاي رحلة مقدمة من شركة الأردنية للطيران لشخص واحد ذهاب وإياب، يعني بعد الطيارة إلى العقبة. يا عيني عليك. الله عليك. كان رحت معك في الباص. والله أنا نصيبك والله راحت عليك. والله كانت رحلة بتخوف والله. شركة سانديز ما قصروا قسما بالله. طيب شو بتحب تقدم كلمة لشركة الأردنية للطيران؟ جوردن أبيشن. فخمين فخمين على آخر معلم. بالله عليك. والله سافرت معهم كثير. جد؟ والله. يعني كيف كان؟ ممتاز ممتاز يا فخم. ألف ألف مبروك حبيب الشعب. استنى. اسمك الكريم؟ ابو سنيني. ابو سنيني. ايوه تفضل ابو سنيني، اعطيني نكته. واحد قاعد مع صاحبه بقول له والله انا ما بقدر اسوب المغرب، قال له سوب لليبيا. ما بقدر اسوب ايش؟ للمغرب، قال له سوب لليبيا. ايوه فهمت علي انت؟ فهمتوا؟ انا مش فاهم حاج والله. اعطيني واحد ثاني. المغرب وليبيا. المغرب. اعطيني واحد ثاني. واحد ثاني. واحد وقع من حبه جنب حج. هاي مفهومه. طب اسمع علي. بقول المثل اللي ما بنطاق دواء عندي. لا ايش اقول له؟ اللي ما بنطاق ايش؟ دواء عند الله. عند الله. عند الله والنعم بالله. والنعم بالله. عمي ركز معي. ايوه بدي اعطيك خيارات، انا حاب اربحك والله حبيبي انت. اللي ما بنطاق دواء الفراق. اللي ما بنطاق اللي ما بنطاق دواء الخيارات الفراق. انا دواء. انا ايوه دواء. انت دواء. انت كيف بدك تفراق؟ الفراق يعني. نعم يعني افارقك. اي والله عم اعطيك جواز. ايش سي اسمك كمان مره؟ ابو سنيني. ابو سنيني. ايوه سنيني. اختار الجائزه اللي بدك اياها. اللي بدك اياها يا معلم. والله ممنوع. يلا يلا افتح افتح. اكبس افتح. اكبس. هارون يتشرف بزيارتك، انت ربحت معنا بمطعم هارون كافيه هارون. ايوه عشاء عشاء عشاء. رن عليهم والله معهم. الف الف. دائما بالبرامج احلى صوت بفوز. احنا اليوم عكس عكس عكاس. ابشع صوت ايش هو؟ اسقط صوت. اسقط صوت هو اللي بفوز. هو اللي بفوز. يلا جاهزين؟ جاهزين. الكل مجهز مواله؟ اكيد. يلا بلش من عندك. كل يقولون ليلى في العراق مريضة، يا ليتني كنت الطبيب المداوية. متلوموني لو شفتم عيني حلوين قدي وشفتم عيني. اعطيني الجواز. اعطيني الجواز معلم. اختار بيدك. ايش اختار؟ اي جائزة بيدك. ايش هم الجوائز؟ ما بعرف. الابيض الابيض. رد علي الابيض. اختصر. الابيض. خير الامور اوسطها. الابيض الابيض. افتح
ثواني بالله عليكم يا شباب. طب انا خليني اقدم. الساده شركه الاردنيه للطيران المحترمين شو ربحوا؟ نود اعلامكم ان الفائز في برنامج المسابقات التلفزيوني اربح مع الكازين على شاشه الاي 1 تي في رمضان 2022 برعايه الشركه الاردنيه للطيران. كمل افتح. راح الشارقه شباب شباب راح الشارقه سافر على الشارقه. الف مبروك. سلام. مرحبا يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا هلا بيك. الله يسعدك. كيف حالك؟ اهلا فيك. يا هلا بيك. شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله كله بخير. الحمد لله رب العالمين. معلم من الاخر عندك مواهب؟ لا يعني مواهب خفيفه. متجوز؟ متجوز. اه بس يعني بالفخر. انت وقعت بالفخر. واضح. رن حاليا على مرتك. ايوه. وقول لها انا طالع اتجوز عليك. يعني. يا سلام. يلا. انت شكلك ناوي تنيمني برا البيت مبدئيا. شكلك ناوي عندي بالمحل. بالضبط. يلا. مش لحالي بتهدد من مرتي. ماشي. والله كازينات. والله ميت ورد كازينات. اذا سواها كنا بدنا نزقف. مرحبا. سبيكر على جاي. انا اليوم طالع عندي مشوار، بكره الصبح برجع طالع اتزوج وحده ثانيه. طيب يا سيدي الله يهنيك. يا سلام. هذا مش من القلب والله شقلها. متأكدة؟ شباب قالت له الله يهنيك. طيب معلم سؤال كثير بسيط. تمام. اول شكرا على الفعاليه اللي عملتها معنا. سؤال كثير كثير بسيط. من هو الفريق الذي حقق اكثر شيء ابطال اوروبا؟ الملكي ريال مدريد. ريال مدريد. مبروك على راسك. تري جوائز ماشي حسب بتطول جوائز. باشا اختار واحده من هذول التنتين. انت اختار جائزتك بايدك. قول لي انه احسن. عظيم. ما بعرف والله ما بعرف. شكرا. يلا يا كاسير. يلا يا هاي افتح افتحها واقرا لنا شو فيها. لازم تطلع له هديه من المحل من فوق. نود السادة آدم جروب للأجهزة الكهربائية والخدمات اللوجستية تحية طيبة. وبعد نود إعلامكم أن الفائز في برنامج المسابقات التلفزيوني ربح مع الكازن اللي هو أنت A1 TV رمضان 22 برعاية آدم جروب للأجهزة الكهربائية. الجائزة عبارة عن صانعة كابتشينو كهربائي بقيمة 50 دينار. هيك المرة. أيوة يا شباب. وياك يا جماعة الخير منكون نهينا هذه الحلقة. بس دقيقة شوي، بدنا نشكر كل الرعاة بهذا البرنامج. معي الحلقة بالذات شباب زكفتكم للرعاة. والله عراسي كزنة صورة كازين اجت يربحنا كازين كازين حب بيجمعنا كازين كازين اجت يربحنا كازين كازين حب بيجمعنا حسن حبيب الملايين وبخف الدم ويمدانا حسن حبيب الملايين وبخف الدم ويمدانا يلا اربح مع حسن وكيف الكازين اجت يفرحنا يلا اربح مع حسن وكيف الكازين اجت يفرحنا اربح مع الكازين.